هذا على مستوى ولاية جيجل. هذه 350 حالة كلها يعني حالات لأشخاص اختطفوا من قبل قوات الأمن وانقطعت أخبارهم منذ ذلك الوقت. نرجع للمستوى يعني الوطني، مثلا ولاية قسنطينة مثلا فيها لا درك نجيو ليها، انا نقصد فقط ولايه نتاع جيجل. نعم ولاية جيجل يعني عندنا وثقنا 350 حالة اختطاف قسري يعني على يد قوات الأمن الجزائرية. وهل هناك تنسيق بين العائلات تاع المختطفين والعائلات تاع المفقودين على مستوى الوطن؟ نعم، فيه تنسيق يعني. صحيح أنه كل جمعية راهي تشتغل على مستوى الجغرافيا اللي راهي تنتمي لها، ولكن فيه تنسيق يعني فيه علاقات، يعني أول شيء فيه علاقات شخصية ما بين أعضاء الجمعيات، وفي نفس الوقت فيه تنسيق على مستوى يعني العمل الميداني، يعني حتى أنه فيه تبادل يعني. فمثلا يعني التوثيق يعني الفيديو يعني فيه مشروع يعني مشترك يعني باش نتبادلوا الخبر، يعني نتبادلوا الخبر ونتبادلوا حتى يعني الوسائل التقنية باش نتمكنوا من التقدم في هذا المشروع. ما دام راكم تنسقوا بيناتكم، هل هناك إحصاءات دقيقة على مستوى الوطن؟ نعم شوف يعني الملفات الموجودة الآن لموثقة، الحالات الموثقة يعني وموجودة ملفات عليها هي أكثر من 12,000 حالة. هذه اللي موثقة يعني اللي موجودة، الملفات تاعهم موجودة، الأسماء موجودة، يعني التفاصيل عليهم كلش. ولكن أنا في وجهة نظري أعتقد يعني وعن تجربة يعني نقول لك الحالات يعني العدد الإجمالي، أنا في وجهة نظري وكما قلت عن تجربة نقول لك العدد الحقيقي حوالي 20,000. لأنه علاش؟ مثلا على مستوى ولاية جيجل العدد يقدر بحوالي 1,000 حالة، ولكن حنا وثقنا لحد الآن 350 حالة فقط. فيه صعوبة أول شيء باش توثق كل الحالات، أول فيه صعوبة يعني من ناحية أنه الكثير من العائلات غيروا مقر السكن، هذه أول شيء ممكن حتى غيروا مقر السكن إما داخل الولاية أو خارج الولاية، هذه أول شيء. ثاني حاجة فيه الكثير من العائلات خاصة في المناطق المعزولة ما زالت متخوفة يعني أنها تعطينا مثلا وثائق وتتصل بنا، مثلا ما زالت فيها يعني عقدة الخوف ما زالت كاينة يعني. وثالث شيء يعني الكثير من العائلات يعني يجهلوا القوانين ويجهلوا حقوقهم يعني، فالكثير منهم كذلك عن جهل وعن عدم اطلاع ما اتصلوش بنا يعني، وحنا ما قدرناش يعني نعرفوا باللي كاين حالات هذوك موجودين. اذا هذا يعطي فكرة انه العدد هذا اللي رسميا موثق راه الحقيقة راهي ممكن تكون الضعف يعني اقل شيء. وش هي العوائق اللي راكم تواجهوا فيها والصعوبات في المطالبة بالكشف نتاع الحقيقة نتاع الأهالي تاعكم؟ يعني الصعوبات يعني اول شيء اول صعوبة يعني هي مع الـ الاشخاص يعني الذين ارتكبوا هذه الجرائم ضد الانسانية واللي راهم مازالوا في الحكم على كل حال لحد الان. ف يعني هادو الناس كانت عندهم يد يعني في هذه الجرائم ضد الانسانية، ومع الاسف مازال لهم في الحكم. فهادو ما حابينش حنا نبقاو نتمسكوا بالمطالب تاعنا، المطلب تاعنا في الحقيقة والمطلب في العدالة. فأول صعوبة هي من قبل السلطات، فبغض النظر بالإضافة إلى عدم يعني إصدار عدم إصدار يعني اعتماد قانوني، فيه يعني مضايقات أمنية، فيه مضايقات إدارية، فيه ضغوطات. مثلا إذا كنت تعمل مثلا في القطاع العام ممكن يستغلوا ذلك من على شان يضغطوا عليك باش في العمل باش تحبس النشاط تاعك مثلا النضالي يعني. هذا من ناحية السلطات. من ناحية أخرى فيه صعوبات أخرى يعني تتعلق مثلا بالإمكانيات، لأنه الإنسان مش ممكن يتحرك ويناضل في القضية هذه بلا ما تكون عنده يعني على الأقل الحد الأدنى يعني من الإمكانيات. فمثلا لحد الآن ما عندناش مقر يعني نظرا لأنه ما عندناش الإمكانيات يعني. فالنقطة الثانية المتعلقة بالإمكانيات نقطة مهمة جدا. النقطة الثالثة يعني هو أنه
يعني المناضلين يعني الناشطين فعلا العدد تاعهم بكل صراحه ناقص قليل، يعني مش بزاف بزاف يعني. ف يعني احنا عندنا مثلا تقريبا في كل بلديه عندنا يعني الاكثر 5 عناصر يعني اللي راهم يعني ينشطوا معنا بطريقه يعني فعاله يعني. ولكن على العموم هذا العدد هذا ما يكفيش يعني، لانه فيه عمل ميداني لازم يتخدم يعني في الميدان، وهذا العمل هذا يتطلب يعني امكانيات بشريه وامكانيات ماديه كما قلت لك. فاعتقد انه هذه اهم الصعوبات اللي رانا نتلقاوها يعني في النضال تاعنا هذا. تحدثت عن العدالة، هل رفعتم دعاوى قضائية ضد هذا الناس في المحكمة؟ نعم، ليكن في علمكم انه اغلب العائلات، مش ما نقولوش كل العائلات، اغلب العائلات رفعوا دعاوى قضائية، وفي اغلب الحالات بالاسماء الاشخاص المتورطين في هذا الاختطاف، وبالهيئة التي ينتمون اليها، وبساعة الفقدان، وبمكان الفقدان، ومع ذكر الشهود. وليكن في علمكم انه تم يعني اتباع التدرج في هذه الشكاوي، يعني انه العائلات في بداية الامر قدمت شكاوي رسمية على مستوى وكلاء الجمهورية، يعني يعني المختصون اقليميا. وبعد استنفاد يعني الاجراءات يعني على المستوى الاقليمي، تم التدرج حتى النائب العام على المستوى الولائي، ثم تم طرق باب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني ورئيس ما يسمى باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وقبلها يعني قبل ما تكون هي رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان، والكثير من الهيئات الوطنية وحتى الدولية. لأنه فيه نقطة مهمة الآن، هو أنه العائلات لما استنفذت الإجراءات الداخلية كلها على مستوى يعني القضاء، وعلى مستوى الإدارات يعني، حتى على مستوى يعني السلطات كلها، لما استنفذوا الإجراءات كلها وطرقوا كل الأبواب، ما كانش الاستجابة، ما كانش عندهم بديل آخر عوض يعني طرق الباب المنظمات الدولية، يعني بما فيها منظمة الأمم المتحدة. نعم هذه قضية نعم تاع المنظمة تاع الدولية نتحدث فيها فيما بعد. تفضل. هاي تفضل. نعم بعد ما رفعت هذه العائلات دعاوى القضائية في المحاكم على مستوى الوطن، هل تمت التسوية تاع الوضعية تاع هذا الناس؟ شوف يعني اول شيء قبل صدور ما يسمى بميثاق السلم للمصالحه الوطنيه، واللي هو في الحقيقه ميثاق يعني الكذب والمغالطه الوطنيه، كانت فيه يعني كان لا عقاب ساري يعني، ولكن كان لا عقاب، كان عباره عن لا عقاب يعني وحصانه للمجرمين، يعني تسمى يعني حصانة الأمر الواقع، سيتون امبونيتي يعني دو فاكتو، يعني حصانة الأمر الواقع كانت مفروضة في الواقع بدون ما يكون نص قانوني يعني يفرض هذيك الحصانة. ولكن الآن مع صدور ما يسمى بميثاق السلم المصالحة الوطنية، رجعت الآن الحصانة حصانة قانونية، يعني فالمادة 46 واضحة يعني، فتقول المادة 46 من نص مرسوم تنفيذي لميثاق ما يسمى بالسلم المصالحة الوطنية، تقول بأنه لا يجوز الشروع في متابعة بصورة فردية أو جماعية ضد قوى الدفاع والأمن الجمهورية بسبب أعمال نفذت لحماية الأشخاص والحفاظ على الجمهورية. فيعني هذا الميثاق هذا يعني لو فرصة يعني باش نتحدثوا عليه شوية، هو أول شيء يعني أعطى حصانة لهاد المجرمين هادو، لهاد الناس اللي داروا جرائم ضد الإنسانية، هذا من جهة. من جهة أخرى راه سيء في الحقيقة يعني، لأنه راه يقول باللي ظاهرة المختطفين السب تاعها هو الإرهاب يعني، وتناسى يعني أنه المسؤول الرئيسي هم قوات الأمن، هذا من جهة. من جهة واحدة أخرى يعني أبعد من ذلك، يعني هذا الميثاق يمجد الجنات يعني. ف مثلا فيه مادة تقول عرفان الشعب الجزائري بصناع نجدة الجمهورية، فيعني المجرمين ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وعلى كل المستويات أصبحوا يعني أبطال يعني، أصبحت بطولة يعني. فمش ممكن نقبلوا هذا الميثاق هذا
في الوقت اللي هو يلغي الحق في الحقيقة والعدالة ويكرر سياسة العقاب، وأبعد من ذلك يمجد الجنات يعني، وبدون ما نتحدث الجانب الاقتصادي يعني الجانب الاجتماعي. فمهما كان ما قدموا هذا الميثاق هذا العائلات فيما يخص التعويض، من جهة التعويض هو حق يعني حق أساسي للعائلات يعني. التعويض ما فيش كلام يعني، كما نقول مش ممكن نتحدثوا التعويض. التعويض كما نقولوا خليوه كما نقولوا بالدرجة خليوه أبار يعني، أي يعني في الشارع مثلا لو شخص مثلا يتعدى عليك مثلا بالسب فقط مثلا، لو ترفع عليه دواء قضائي يعوض لك يعني، فما بالك بعائلات بأكملها فقدت يعني معيلها في أغلب الأحيان لمدة سنوات و طيلة هذه السنوات، وهي يعني في المعاناة النفسية وفي المعاناة الاقتصادية وفي المعاناة الاجتماعية يعني، فاهم؟ ف يعني الميثاق هذا يعني حتى من الناحية الاجتماعية ما استجبش المطالب يعني العائلات يعني. نعم، هل هناك منحة أو أجرة تعطى لعائلات المختطفين وعائلات المفقودين؟ شوف الاخ نور الدين، هو هذا النصوص التنفيذيه لميثاق ما يسمى بميثاق السلم والمصالحه الوطنيه، اللي هو ميثاق الكذب والمغالطه الوطنيه كما اسلفت. يعني اول شيء يعني بو صحيح انه فيه نص يعني، فيه نص يعني مجحف جدا و كله يعني زور وكذب وتزوير للتاريخ، هذا من جهه. من جهه اخرى فيما يخص التعويض الذي نص عليه القانون للعائلات، اول شيء في نصوص، ولكن تطبيق هذه النصوص على مستوى المحلي يعني، على لانه كما تعرفون اوكلت مهمه السهر على تطبيق يعني هذا المرسوم يعني على المستوى المحلي، والسهر على يعني اجراءات تعويض الاشخاص يعني المعنيين بما يسمى بالمأساة الوطنيه على مستوى الولاية، أوكل يعني إلى لجنة مختصة تسمى لجنة المصالحة الوطنية. هذه اللجنة موجودة في كل ولاية، والمقر تاعها داخل مقر الولاية على كل ولاية يعني، وهي هذه اللجنة هي اللي راهي يعني تستقبل الملفات وتدرسهم يعني وتعطي قرارها. ف يعني أتصور يعني هذه اللجان هذه ولو يعني في بعض الاحيان يخيل اليك يعني ان مثلا في قسنطينه والجزائر العاصمه مثلا هذه دوله وهذه دوله، فقراءه النص وتطبيق النص ومثلا كيفيه تعويض يعني الاهالي يعني ذوي حقوق يعني الضحايا تختلف من ولايه لاخرى يعني، ففي غموض كبير جدا. هذا من جهه. من جهه اخرى هذا الغموض هذا خلى يعني انه يكون فيه كثير من التاسف على مستوى الموظفين المكلفين اللي راهم اعضاء في هذه اللجان هذه، وحتى انه وصلت حتى حالات يعني وين يطلبوا من العائلات رشوه باش يسوي لهم الملف تاعهم يعني، في وقت انهم هذا حقهم يعني وما راهمش دايرين فيهم مزيه كما نقولوا احنا. هذا اي انسان يتعرض لمعاناه يعني نفسيه ولا اجتماعيه ولا اقتصاديه عنده حق في التعويض، فيعني لم يكفيهم يعني ما كفاهمش يعني انهم الشيء اللي خدموه في العائلات هادو الاقارب تاعهم ويعني وما عطاهمش رد، زادوا عذبوهم يعني بهذا الميثاق هذا. اول حاجه ما جابوهمش الحقيقه والعداله، وثالث حاجه يعني حتى في البضعه السنتيمات اللي مدوها لهم مقارنه بالضرر اللي حصل لهم كانت فيه اجراءات بيروقراطيه يعني، وفي كثير من الاحيان العائلات ما تحصلت على هذه الفرنكات هذه الا بعد جهد جاهد. هذا من ناحيه الاجراءات. من ناحيه القيمه اللي اعطوها العائلات يعني القيمه يعني انا شخصيا كابن وكاخ مفقود وكرئيس جمعيه لابناء المفقودين يعني وكناشط على هذا الحق منذ سنوات، اقول انه اول شيء يعني كما قلت لك هذا حق العائلات، هذا ما همش دارين فيه مزيه. هذا اذا كان راهم يعتقدوا انهم داروا فينا مزيه، ما همش داروا فينا مزيه، لانه اول شيء هذا المال هذا راه مال الشعب الجزائري، ما راهمش جبدوه من جيوبهم باش عطاوه لنا. هذه من جهه. من جهه واحده اخرى مقارنه بالضرر اللي لحق بنا احنا العائلات، هاد السنتيمات اللي مدوها لنا لا تساوي شيئا. صدقني يعني انا مثلا انا لما اعتقلوا الوالد تاعي كنت في عمري 16 سنه، انا مثلا حرمت من التعويض مثلا بموجب هذا القانون، في حين ان انا تضررت مثلا. انا لو مثلا كان الوالد تاعي
يعني بقى عايش بعد ما كنت، بعد انا لما اداو الوالد تاعي كنت قرا السنه الاولى ثانوي، فلو بقى عايش اكيد المسار تاع حياتي كله راح يكون حاجه واحده اخرى يعني. ف